And they're off. أيها السيدات والسادة أيها الحفل الكريم انطلق الآن الشوط السابع شوط الخيل المهجنة الأصيلة التكافؤ من الدرجة الثالثة من 70 إلى 90 في مسافة 1400 متر 60 ألف ريال هي جائزة هذا الشوط انطلاقة كوكبة من الجاد المهجنة الأصيلة نشوف 16 جوادا شوف الصدارة والمركز الأول الآن والتقدم مع شعار السيد حمد الجهني ولويس لويس على المركز الأول أو توب فيز على المركز الأول محمد خليفة السويدي على الصدارة وعلى المركز الأول لولز لويس ثانيا ثالثا عندنا الجواد جينو للسيد خالد بن حمد العطية بتقدم جميل على المركز الثالث المركز الرابع ساخن للسيد جاسم بن علي العطية بتدريب محمد رياض شوف المركز الخامس التقدم الآن يبدو لي أنه مع الجواد رقم خمسة حجام للسادة مربط الجريان عودة للصدارة وعودة للمركز الأول توب فيز لا يزال على التوب ولا يزال على الصدارة وعلى المركز الأول بأداء ممتاز توب فيز على الصدارة وعلى المركز الأول وشكلها رايح لمحمد خليفة السويدي متابعنا من لندن على الصدارة وعلى المركز الأول جينو في المركز الثاني يحاول بقوة وأيضا أشاهد الجواد على المركز الثالث حجام الصدارة والمركز الأول مع الجواد توب فيز لمحمد خليفة السويدي على الصدارة وعلى المركز الأول المحاولة تأتي من برينش إنكور ولكن متأخرة جدا المركز الأول والصدارة لتوب فيز وكان أداء توب إذن متابعينا الأعزاء نشوف معكم النتيجة النهائية في هذا الشوط المركز الأول رقم 6 توب فيس لمحمد خليفة السويدي المركز الثاني رقم 8 فرنش أنكر للمهندس حسن علي العبد الملك ثالثا عندنا الجواد رقم 4 جينو للسيد خالد بن حمد العطية خامسا أو رابعا عندنا رقم 5 الجواد حجام للسادة مربط الجريان والمركز الخامس بالمتديونز لعبد الله حسن العبد الملك ألف مبروك Thank you.